كم مرة دزيتك اللوكيشن يا اختي؟ جوجلت وراح تلاقينا. ايه سنابت خنشوف. طبعا رحب فيكم جميعا وفرصة طيبة نجتمع، وانا حقيقة في مجلة سيدتي دائما نحاول نعمل مبادرات نلتقي فيها مع الكتاب مع المفكرين مع المبدعين. اللغة العربية وانا اعتبرها قلعة، وانا اعتبر يعني هذه هويتنا، ارتباط اللغة العربية يرتبط بهويتنا نحن. اللغات كثيرة تنتهي وتتلاشى، فهل مصير اللغة العربية هذا المصير؟ فإذا لا نعرف ليش نحن نخاف؟ تجربتي الخاصة بس يوصلنا حد والعربي تابعه مش بزيادة، بالعكس نرفضه من بديعة اللي لغته الإنجليزية أفضل. اللغة تختلط فيها المصطلحات الأجنبية مع اللغة العربية أو العاميات مع اللغة العربية، خطيرة من جانب نعم لها خطورة، ومن جانب آخر أيضا لها إيجابية. على فكرة أنا أستعمل جوجلت، سنابت، حتى اللي بيجي يسألني ماما سيرج يوتيوب، بس أنا بنفسي أستعمل، ما أقدر أقول لا، ما أقدر أنكر. أنا جدتي عمرها على فكرة 68 سنة عندها سناب شات. وسائل التواصل الاجتماعي سؤالنا يا هل ترى هي تغريب أم تعريب؟ مثل ما بتلاحظوا كثير مفردات دخلت على لغتنا ودخلت حياتنا الاجتماعية، صرنا نرددها بدون ما نشعر. السوشيال ميديا أعطت فضاء جديد، أوجدت مساحة جديدة في المجتمع، أعطتنا فرصة لإحنا نتواصل، غيرت كثير في تركيبتنا، لكنها انا ما اعتقد انه يعني اولا انه السوشيال ميديا هي زيها زي اي اختراع علمي يحدد استخدام المحتوى نفسه. وسائل التواصل الاجتماعي ليست اصيلة لدينا حتى نتخوف من التعريب او نتحدث ما بين التعريب والتغريب. الترجمة تفتح لنا أبواب أخرى لاستغلال كيف تدخل عندنا هاي المصطلحات. ما نستطيع أنه نمنع يعني كلمات أجنبية تدخل إلى اللغة العربية.